عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية فندق الفورمونت، احنا مش هنتكلم كلام صحافة ولا كلام اعلام، احنا هنتكلم كلام الناس العادية. اولا القضية دي حدثت في 2014، كانت في الفندق، والفتاة دي راحت بمحض ارادتها الفندق وسهرت سهرتها وشربت ورقصت مع الشباب دي، وطلعت الغرفة معاهم بارادتها، محدش ضغط عليها. بعد كده حصل اللي حصل، واهلها خافوا من الفضيحة وهربوها برا مصر، وقعدت تحكي مع اصحابها برا فقالوا لها تعملي كده. يعني هو اصلا مش في دماغهم يعملوا قضية من الاساس. دي حاجة. الحاجة التانية ان هي راحت بارادتها وطلعت الغرفة بارادتها، يعني الشباب دول اللي انتوا قاعدين تلموا فيهم ليكوا كام سنة، قاعدين تلموا من هنا ومن هنا ومن هنا، وتسوقوا سمعتهم وسمعة اهاليهم. اولا حلمي طولاندا لاعب كبير في الكرة المصرية، كل الناس عارفاه وبتشهد له باخلاقه والقائمة العالية بتاعته. دي حاجة. الحاجة التانية ان لما راحت معاهم الاوضة ما كانتش طالعة تلعب دور بلاي ستيشن او استيميشن، يعني طلع مع شباب اوضه، يعني ما معرفش. يعني المهم في الاخر القضيه خدت شكل اكبر من حجمها، والانتربول دخل فيها والقضاء مهتم بيها. عايزين نسأل سؤال بس، كل يوم بتحصل جرائم زي دي بآلاف الجرائم، مفيش حد حتى بيلتفت لها. ناس كتير بتحصل لها حاجات من دي ولا حد بيسمع عنها، وبيموتوا وبيدفنوا تحت التراب ولا حد بيسأل عنهم. عايزين نعرف في الاخر مين دي وبنت مين، يعني كل واحد بتجيبوه اسمه بالتفصيل واهله وقرايبه واللي ليه واللي عليه. عايزين نعرف البنت دي اسمها ايه بالظبط، واهلها مين بالظبط في البلد. يعني مش ممكن يكون اهلها ناس كبار لدرجة توصل ان قضية في 2014 مثارة لغاية الان، وبتدخلوا الانتربول وبتدخلوا طيران وبتدخلوا قضاء وظباط مخصوصين يروحوا يستلموا الناس. لا، عايزين نعرف مين دي بالظبط وبنت مين اللي حصل لها كده. خلينا ايه الاعلام مدام واضح وصريح، لان الدولة كلها بيحصل فيها ملايين الحالات بالمنظر ده ومحدش بيلتفت لهم ولا بيسأل فيهم. فعايزين من فضلكم تقولولنا هي مين دي بالظبط.